دام الأمر حوالي ربع ساعة مسترسلة، فنزل الأستاذ القيرواني من فوق حجرة سقراط موضع الخطباء بكلية الحقوق، اتجه نحو باب الكلية ليغادرها عندما ارتفعت الحناجر بالشعارات خبز، حرية، كرامة وطنية. حركتنا مستمرة، والقروي على برة، لا دستوري، لا فاشيستي، لا قروي، لا انتهازي. تبع حوالي 100 طالب الأستاذ إلى باب الكلية، وبدأ بعضهم برمي الحجارة، فأوقفهم عبد الناصر وطلب منهم العودة إلى الساحة. كان ذلك أول يوم يظهر فيه التيار الجديد، ولم يعاود الظهور إلا بعد مدة، غير أن عبد الناصر طلب من جميع الرفاق ألا يستهينوا بجماعة المحامي لما يعرف عنه من خبرة تنظيمية ومكر ودهاء سياسيين، وحذرهم من أن يعتبروا أنفسهم قد انتصروا. ولئن كان عبد الناصر بحكم خبرته قد حذر ونبه، فإن ما زاده يقينا في صحة موقفه ما بلغه إياه رفيق جديد يدرس بالسنة الأولى، هو من ريف القيروان أيضا، ويقطن نفس المبيت الجامعي مع ابن عم للمحامي. حاول ابن العم هذا أن يستقطبه بتنظيم لقاءات في غرفته مع بعض أبناء الجهة لشرح توجهات التيار، وقد ركز على أن من أهداف التيار القضاء على الانتهازيين، وبالخصوص عبد الناصر الذي يتهمه الأستاذ بالانقلاب على مبادئ التيار. وأكبر عيوبه أنه بلدي من العاصمة، برجوازي صغير حقير مستعد للتحالف مع الشيطان، بما في ذلك الدساتيرة والخوانجية للحفاظ على زعامته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.